انا كمدرب ما اقدر ادرب في اي حته في الدنيا، بس هروح اشوف القماشه اللي عندي ايوه ينفع معاها ايه، اي مدرسه انا ينفع معاها ايه الاسلوب التاكتكس اللي. وبعدين لو رحت النادي الاهلي غير ما اروح نادي الزمالك، غير ما اروح الاسماعيلي، غير ما اروح المحله، يعني كل ما اروح نادي هشوف القماشه اللي عندي ايه واقدر افصل عليها التكتيك اللي هو يتناسب. القماشه اللي موجوده في النادي الاهلي دي دلوقتي تقدر تنفذ، هتبقى بالنسبه له سهله ان تقدر تنفذ اسلوب لعبه اللي هو اسلوب اللعب المفتوح، الجناحات اللي عندها سرعه شويه، بيعمل كاونتر اتاك كويس قوي. حتى بنفتكر مباراه الاهلي، هي طبعا الاهلي اتغلب فيها، عمل كاونتر اتاك بشكل هايل، عنده سرعات في نص الملعب. انا لو امسك النادي الاهلي دلوقتي مكانه يعني هو بتعمل ايه؟ لو سمعني وانا هقول له يتفرج على بايرن ميونخ مع برشلونه ولا ايه؟ لا الاهلي، الاهلي الاهلي عنده قريب، مش قريب من التكتيك بتاع بايرن، التكتيك بتاع بايرن، وعنده الادوات بنسبه 70% تقريبا اللي تقدر تطبق الشغل بتاع البايرن. فهو يعني لو توصلوا له الكلام ده كويس. يعني حضرتك شايف ان عنده الادوات يقدر